السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، في صحتنا بين إيدينا. النهاردة معانا خبير الأعشاب الأستاذ عصام الشيخ، هنتكلم عن حاجتين مهمين جدا عندنا بيهموا كل بيت مصري وكل بيت في الدنيا كلها. أول حاجة هنتكلم عن الإنجاب، وهنتكلم عن مرض السكر. عندنا موضوع الإنجاب ده شيء بيهم كل البيوت المصرية بل والبيوت العالمية كمان. عندنا مشاكل كتير جدا بتقابلنا فيه. الاول نستقبل الاستاذ الشيخ عصام خبير الاعشاب، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. وهنبتدي نتكلم مع الشيخ عصام عن حاجات كتير قوي بتهمنا. اول حاجه شيخ عصام احنا عايزين نتكلم عليها النهارده، طبعا حضرتك ليك سمعه في موضوع طب الاعشاب وفي حاجات كتير جدا مهمه بتهم كل بيت مصري، وهو موضوع الانجاب. فهنتكلم عن حاجات كتير قوي، في مشاكل كتير قوي في موضوع الانجاب ده، جزء بيخص الرجل وجزء بيخص المراه. عايزين نتكلم مع حضرتك عن كل حاجة بتخص الرجل والمرأة فيما يخص قلة الإنجاب أو منع الإنجاب. أولا برحب بالسادة المشاهدين، وأرجو أن أنا أقدر أدنهم معلومة ولو بسيطة عن الحاجتين اللي حضرتك طالب نتكلم فيهم، اللي هو الإنجاب وعلاج السكر. النهاردة أنا معايا علاج للإنجاب، العلاج ده فعال جدا بإذن الله. طبعا الإنجاب عندنا حاجات كتيرة جدا بتمنع الإنجاب. زي ايه يا شيخ عصام؟ نبتدي بقى نتكلم عن حاجات كتير قوي بتخص الناس اللي هي بتمنع الانجاب وكيفيه علاجها وازاي نعالجها. انا هتكلم عن حاجتين بس، اللي هو انا جاي عشان النهارده، اللي هو العلاج ده بيساعد في حلها ان شاء الله رب العالمين، قضاء تام على المشكله دي. اول حاجه ضعف الحالات المنويه، وطبعا العلاج ده كله اعشاب طبيعيه، ما فيهوش اي مواد كيميائيه. عسل نحل طبيعي وجينسنج وحبوب لقاح، حاجات مجربه كمان مليون في الميه، مفيش اي مشكله فيها. العلاج ده مذكور في القرآن. ثانيا كل المكونات اللي فيه طبيعية 100%، وبتعالج مشكلتين اللي هم يعتبر 80% هم المشاكل لعدم الإنجاب. ضعف التبويض لدى السيدات، قلة الحيوانات المنوية لدى الرجال، مشكلتين مهمين بيقابلوا كل الناس. في ناس كتيرة بتروح تكشف عند دكتور فبيقول له والله انت عندك الحيوانات المنوية ضعيفة، فبيكتبوا لهم حاجات كيميائية من الصيدلية بيجيبوها. في اجسام بتقبل كده انها تيجي على الحالات المنويه، وفي اجسام لا. طيب العلاج ده فايدته ايه؟ الجسم اللي رفض العلاج الكيماوي، يعني 90% حضرتك ممكن تاخد حبايه صداع، يكون عندك صداع تاخد حبايه صداع الصداع يروح. في حد تاني مهما خد، لو خد الشريط كله هو ما عنده جسمه ما بيمشيش مع المواد الكيميائيه. ده علاجه بقى، يعني ده العلاج بتاعه. بياخد معلقه على كوبايه ميه دافيه كل يوم على طريق النوم الصبح، ومعلقه قبل النوم مثلا بساعتين، يعني معلقه بالليل ومعلقه الصبح. يعني بيحط معلقه على كوبايه ميه عادي ويقلب كوبايه الميه زي كده، وباخد معلقه من البطرمان وبقلبها وبشرب. في منه عبوتين، في نص كيلو وفي كيلو. العلاج العسل ده بيعمل ايه؟ ده مصنع رباني بيخش على الخصيه بيعمل عمليه توليد حاله من شوف توليد تفريخ، واحد عنده مزرعه بتاعت كتاكيت او بيض، وده بيعمل كده كانه بيعمل اعاده للحيوانات المنويه، اعاده انتاج فعلا. ده اعاده انتاج للحيوانات المنويه. بيبقى في جزء اجزاء من الخليه ضعيفه في الجسم، مش هقول ميته عشان لو اي خليه ميته في جسم الانسان، عشان ده هنكمله عن موضوع الخليه ده في الجزء الثاني بتاع الحلقه بتاع السكر. اللي عنده مشكله في الانجاب وتتعلق بضعف الحيوانات المنويه او بضعف التبويض لدى السيدات، هو ده علاجه. مفيش جسم بيفوض اول حاجه، لان ده مكون طبيعي جدا مذكور في القرآن، غذاء آمن جدا. ده فيه اكتر من 27 عشب او كلهم مكونات طبيعيه بتتمثل فيه. طب هو شكله من جوه ايه؟ عسل. عسل نحل. عسل ممكن اوريه لحضراتكم احنا برضه عشان الساده المشاهدين يشوفوا شكل العبوه مع حضرتك. ده عبوه عسل، دي العبوه اللي هي ربع كيلو، دي عبوه عسل. في جوه زي ما انتم شايفين الحاجات البيضه دي مجموعه اعشاب. ده عسل صدر جبلي، ولازم ممكن حد، انا مش لازم ابيع انا العلاج ده، لو حد انت عايز تعمل العلاج ده بنفسك حضرتك تروح عند اي حد بتاع عسل، بس تضمن ان ده عسل صدر او عسل جبلي، لان العسل الجبلي ما بقاش مغشوش، العسل اللي هو الفلاحي اللي احنا بنقول عليه ده. بيبقى بتوع المناحل مشربين العسل سكر، فهو بيطلع عسل، فده ما فيهوش القدر الكافي من المواد اللي احنا عايزينها. انما العسل الجبلي بيبقى واخد من كل زهره، من رحيق الاشجار ومن الزهور ومن كذا، كلها مواد طبيعيه 100% موجوده عندنا في مش سكروز بس، لا ده مكون طبيعي 100%. انا بقى بضيف عليه الحاجات اللي هي يلزمها جسم الانسان، زي حبوب اللقاح، طلح نخل، غذاء ملكات النخل، جينسنج، شرش زلوع، مجموعه اعشاب، زيت حبه البركه، زيت لوز، حاجات ربنا عملها للانجاب.
طرح في الاخر بتعملي مكون طبيعي فيه كل الحاجات اللي انا جسمي طبعًا محتاجها. ليه نسب وليه مقادير انا بشتغل عليها. الحاجات دي بتعمل ايه؟ بتعيد انتاج الحيوانات المنويه. يعني لو واحد عنده حيوانات منويه مثلا في راح حلل وعمل لقى مثلا 2000 3000 حيوان منوي او مليون او حاجه زي كده، طبعا الكميه دي غير كافيه للانجاب. اقل حاجه تبدا من 20 مليون مثلا، طبعا لو ربنا رايد هي من حيوان واحد، لكن طبيا الكميه اللي هي مطلوبه علشان الانسان يبقى طبيعي ويقدر يخلف طبيعي تبدا من 20 مليون عشان اقدر ان انا اكون انسان تمام. طبيعي. طيب حد بقى جالي وضعيف في الحاجات دي وقال لي انا اخدت مثلا علاج زي مثلا قرنبيطه. قرنبيطه ده علاج كويس جدا بيجيب شغل مع ناس كتير، بس في ناس كتيره جدا ما بيجيش عليه خالص، ما بيعملهمش اي تاثير. في ناس مشوا عليه 3 4 شهور دفعوا فيه وكشفوا وراحوا وصرفوا ما جابش معاهم اي نتيجه. ده في القرنبيطه دي بس قرنبيط طبيعي اللي هو طلح النخل. ده الماده الخام بتاعت القرنبيطه اللي هم بيشتغلوا عليها دي احنا بنحطها هنا في العبوه بتاعتنا. بس بدل ما ناخدها بشكل كيميائي، طبعا اي كيماويات احنا ناخدها زي ما ليها فايده اثار، طبعا ليها اثار جانبيه، ليها اثار جانبيه. انا هنا ده عسل ودي اعشاب طبيعيه فما فيش فيها اي اثار. انا حاطط فيه مجموعه من الحاجات بتخلي الانسان اولا باور كويس، بتدي طاقه كويسه جدا. فبتمنع الخمول. الخمول ده بيخلي الانسان اساسا هو خملان وقادر، فالمصنع الرباني اللي هو مخلوق اللي بينتج الحيوانات المنويه مهلك او مستهلك فما بيطلعش الكميه دي. لا ده بينشط الجسم كويس جدا، يعني كمان ان هو مش بس بيعالج الانجاب، يعني احنا معانا علاج عسل نحل بيعالج ضعف الانجاب وبيعالج كمان الخمول وبيعالج الارهاق الجسد للانسان، كمان بيعالج الحاله الجنسيه كويس جدا، بيخلي الانسان عنده طالما انا عندي طاقه وباور فانا قادر ان انا ادي الحاله الجنسيه على اكمل وجه. بيساعد في تاخير القذف جدا، بيساعد في تنشيط الخلايا بتاعه الجسم. انا يعني انا في ناس بتقول لي انا بروح الشغل الاقي نفسي خملان همدان مش قادر يقوم من نفس مكانه. العلاج هو ده اللي بيخليه عنده نشاط وعنده قوه وعنده باور. هم متناول كل ايد، كانه مقوي عام لكل اجهزه الجسم. هو مقوي عام، هو مقوي مش كانه هو مقوي عام. مقوي عام لكل اجهزه الجسم. انا عامل 3 في 1، مقوي عام، منشط جنسي، منشط للحيوانات المنويه للراجل والبويضات للست. تيجي ست راحت عامل تحليل قالت البويضه بتاعتك مش واصله ل 14 ولا يعني ما بتطلعش، المفروض تبقى 21. مع استعمال العسل ده طبعا بيكتبوا لها على برجونال او برجونيل او انجون منشطات والكلام ده. فالمنشطات دي زي ما ليها فايده ليها ضرر. اهم اضرارها انها بتطلع جنين مشوه، يعني اهم الاضرار دي ممكن عرضه ان جاي يطلع مشوه. لا ده منشط طبيعي 100%، ده بيزيد قوه الجنين نفسه، يعني قوه البويضه نفسها اللي طالعه تبقى بويضه قويه لان هي واخده اعشاب طبيعيه، اعشاب منشطه فطلع عندها باور لوحدها. طيب بيحصل ايه في البويضه؟ البويضه من 11 او سي ان كانت 14 توصل 21 اللي هو الحجم الطبيعي بتاعها. طيب الكلام ده فيه دليل عليه؟ دليل ايه حضرتك؟ او انت لما قلت لي زميلتي ما عندهاش ما بتخلفش وقلت لها جربتي ده، انا عملت ايه؟ ترك التحليل هو اللي باين. التحليل بيبين تحللي لي قبل ما تستخدمي على التبويض نسبه البويضات قد ايه، وبعد الاستعمال بتاع المنتج بتاعها والحجم، مش بس العدد، النسبه والحجم. انا عايز البويضه توصل 21. طب هل في مده مثلا ان انا استخدمه اقعد طبعًا. اسبوع اقعد طبعًا. شهر اتنين؟ طبعا ده تستخدميه من اليوم السابع للدوره لليوم ال 14 للدوره. انت ممكن تستعمليه على طول، ده بالنسبه للسيدات لانه مقوي عام. ده ممكن تستخدميه على طول، بس احنا لو بنتكلم على تنشيط التبويض ده من اليوم السابع للدوره، يعني مثلا سي الدوره جت يوم واحد في الشهر، يوم 7 اليوم 14 اليوم 14 مرتين في اليوم. ده بيديني طاقه باور زي ما قلنا، ده منشط. بيزود عدد البويضات، بيكبر حجم البويضه، وبيزيد نسبه الاخصاب. هتلاحظي فرق جامد جدا في حاجتين. الست اللي استخدمت العسل ده مش طبعا مش من اول مره، ممكن تخلف، في ناس ان شاء الله من طبعًا. اول مره، وفي ناس بتكرر العلاج مثلا مرتين او ثلاثه، بس بتلاحظ فرق فيك انت. هتلاقي عندك باور جسم، هتلاقي عندك باور، في نضاره في الوجه، وشك بيبقى مفتح ما شاء الله. مفيش كرمشه، مفيش تجاعيد، مفيش سقوط شعر، لان انا بديكي مكونات فيتامين شامل للحاله للبني ادم اللي قدامك، للوهن العام بتاع الجسم، للضعف العام لكل حاجه في الجسم. تلاقي الضوافر ما بتقصفش، تلاقي البشره مش باهته، تلاقي ما عنديش ارهاق، تلاقي شعر ما بينزلش. فده مش بس علاج للتبويض، ده يعتبر لكذا، لكن هو اساسا معمول للتبويض. من ضمن المكونات بتاعته ان انا بيزيد ذات الاخصوبه وزياده الرغبه للسيدات والرجال، الرغبه الجنسيه. ممكن يكون راجل سليم وزي الفل بس ملوش رغبه جنسيه. انا مش عايز اعمل جنس، في دماغي مش طالبه زي ما بيقولوا كده، مش طالبه جنس. المكون ده بيخلي ليه رغبه جنسيه،
ليه قدره جنسيه، انا ممكن يكون عندي الرغبه وفي نفس الوقت ما لانه بيظبط المود العام بتاع الجسم، لان الجسم طبعا بيبقى فيه كسل فبتوم ما فيش كسل ولا فيه خمول، بيظبط المود العام للجسم. الهرمون المسؤول عن الرغبه الجنسيه هرمون الذكوره اللي هو التستوستيرون. طيب التستوستيرون ده المكونات الطبيعيه اللي هنا بتنشط الهرمون ده جامد جدا. الكلام اللي بقوله لحضرتك ده ايه، حللي النهارده وحللي بعد عبوه واحده بعد استخدام العبوه الربع كيلو ده ممكن تستخدم مع حضرتك تكفيك مثلا حوالي 10 ايام. العبوه الكيلو ممكن تكفي الشهر كله. اما حضرتك تجربي العلاج ده مش هقول لك بعد شهرين بعد ثلاثه، لا حضرتك عبوه الربع كيلو نجرب عبوه ونحلل هنلاقي فيه فرق كبير بين قبل العبوه وبعد العبوه. سي ان انت عندك البويضات كانت بتوصل ل 14 15 عمرها ما بتعديش عن كده. العبوه الاولى الواحده من دي هتوصلها ل 17. الكلام ده مع استخدام اول عبوه مش هقول لك بعد شهور. مع ان انا اقرر طبعا؟ لا مش هتقرري ولا حاجه، حضرتك انت معاكي احنا كده كده لازم نعمل سونار ونعمل نشوف حجم نقيس حجم التبويض. العبوه الكيلو ان استخدمتيها هو ده كورس. 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 ثمن العبوه 600 جنيه. طب انا لو رحت جبت مثلا هنقول هيمجون بخاخ ده اللي هو اقوى منشط. 1200 جنيه ثمنه. في اقسام بتقبله وفي اقسام لا. وفي نفس الوقت هيفيدني. ده الكيلو ب 600 جنيه والربع بتاعه ب 200 جنيه. طيب النتيجه مضمونه؟ ما انا قلت لحضرتك بالتحليل حلل، ولو ما لقيتش نفسك النتيجه اللي انت عايزها تمام، والله يا شيخ عصام انا ما جيتش على العلاج بتاعك، ادوني يحتفظ بالكرتونه فاتوره الاستلام اللي استلم بيها ياخد حقه. ما عنديش. طب احنا دلوقتي المنتج بتاعنا ده يا شيخ عصام متوفر فين؟ هو متوفر في العطارين الكبار. العطارين. بس من خلالي. من خلال حضرتك. يعني احنا يعني اي حد يحب. ده مش منتج صيدلي، ده منتج عشبي. منتج عشبي طبي. طب بديل. فده متوفر عندي، التليفون اللي ظهر على الشاشه 01-331-771 يتصلوا عليا بيجي لكم مندوب لحد باب البيت. المنتج ده امن للاطفال للكبار طب انا عندي كبسوله في البيت والطفل خدها الحق ده خد ويجري ويعمل غسيل معده. بخاف عليه طبعا. ده عسل نحل طبيعي. فيتامين فما فيهوش اي مشكله. طبيعي جدا مسموح بيه للاطفال كمان، ما فيش اي مشكله. يبقى احنا كده لو اي حد من الساده المشاهدين عايز ان هو يجرب المنتج بتاعنا النهارده يجربه عن طريق التواصل مع حضرتك على موبايلات حضرتك اللي ظهرت عندنا على تمام الشاشه. تمام. ودي طبعا ان الشيخ عصام ده منتج طبيعي، منتج هو اللي بينتجه. تمام. ده مش منتج صيدلي او منتج كيميائي متوفر في الصيدليات. تمام. فاي حاجه ده طبعا بيبقى راجع لحضرتك. تمام. طيب احنا برضو لو اي حد عايز برضو يستفسر عن معلومه او يسال طبعا تليفونات الشيخ عصام عندنا على الشاشه 01-331-771 او 011-55-8-77-110 يقدر يتواصل مع حضرتك في اي وقت بس طبعا دلوقتي الحلقه شغاله فبعد الحلقه انت طبعاً وبعدين مش شرط ان يشتري. لو في انا عندي استشارات، لو حد عايز يستشير في حاجه عايز يسال استشارات طبعا مجانيه بدون اي شيء. الشيخ عصام معانا خبير اعشاب طبيه، فحضرتك تقدر ان هو اي حد عنده استفسار مش شرط علشان الانجاب، ممكن حضرتك برضو اثرت كذا موضوع واحنا بنتكلم عن البشره وعن سكوت الشعر وعن الضوافر، ممكن دي برضو يبقى فيها. لو حضرتك اكيد عندك منتجات كتير تقدر تفيدنا في كل الحاجات دي. طبعا كل ما يخص الصحه للرجال والنساء من ضفر القدم لشعر الراس. فطبعا كل الحاجات دي تقدر تفيدنا حضرتك طبعا. يعني انا عندي مثلا زيت انا مسميه زيت الشيخ، زيت شعر ده بيعمل 9 حاجات مش حاجه واحده. يقضي على الثعلبه، يقضي على سقوط الشعر تماما، يطول الشعر جدا، يمنع التقصف، يمنع السبان، يمنع حشرات الراس باي شكل من الاشكال اذا كانت الامل او السبان او القشره او الكلام ده، بيقوي بصيله الشعر جدا، بيؤخر الشيب ولا يمنعه. يؤخر الشيب ولا يمنع. يعني في ناس مثلا بتشيب على 30 35 الشعر الابيض ده بيؤخر الزيت ده بيؤخر الشيب. الزيت ده مكون من الدهن الحي، يعني المكون الرئيسي بتاعه مكون طبيعي من دهن الحي وزيت الزيتون والمكه، دول مكونات طبيعيه لزيت الشيخ. لزيت الشيخ لعلاج كل ما يخص الشعر. هو ده تحت التجارب الان، يعني لسه هينزل السوق ان شاء الله رب العالمين الفتره اللي جايه، ده هو تحت التجارب لسه. يبقى احنا كده برضو استفدنا من حضرتك معلومة جديدة عن زيت او منتج جديد طبي وطبيعي من برضو المكونات الطبيعية. تمام. ده برضو هيخص كل ما يخص الشعر. عندي كمان حاجة اعتقد انا منفرد بيها، في هو في منها اشكال طبعا صيدلانية لكن كطب بديل انا منفرد بيها، ريحة القدمين.
ريحه القدمين. ريحه القدمين وتنيا القدمين. طبعا دي مشكله بتقابل ناس كتير جدا، الناس بتبقى محرجه او مكسوفه من موضوع ريحه القدمين دي. انا عندي باودر وتمن رخيص جدا ب 125 جنيه، الباودر ده بتحطيه في الكوتش او الحذاء بتاع حضرتك وبتدهني بيه صوابع الرجل. طب الناس قالوا ان البودر ده بيسد المسام. كنت لسه هقول لحضرتك ممكن بقى في ناس تخاف تقول ده كده بيسد لنا المسام بتاعت الجلد، فما فيش عرق، ما فيش اي ريحه طالعه منه. البودر ده بيمتص الجسم. بيمتص الجسم فبيعمل طبقه عزله. البودر ده ليه ريحه مميزه، ريحه كويسه حلوه جدا. العرق الخارج من الجسم بيطلع بالريحه اللي امتصها الجسم، بالريحه الحلوه بتاعت البودر. طيب في ناس بتجي لها بين قوامينها في الصوابع كده تشققات وجروح والكلام ده، وبتبقى خطيره جدا لمرضى السكر اللي احنا هنتكلم عليه الجزء الجاي. تؤدي للبتر، يعني التنيا القدمين دي او تشقق القدمين ممكن يؤدي للبتر. وانا والدتي عانت من الكلام ده قبل ما نتوصل للموضوع ده، وبطر فعلا جزء من رجليها بسبب شق صغير في القدم. فاحنا عندي البودر ده بتدهني بيه الاماكن دي على بين الصوابع، ما بين الصوابع رجلين، ورشه في الكوتشي. لو لبس الكوتش 10 ايام كل ما تقلقيها انت تحب تقلقي ريحه، الريحه اللي طالعه ريحه كويسه، مش بيبقى ريحه مضره ومش هتضر، مش مضر لاي حد. بيعالج زي ما قلنا التنيا القدمين او تشقق القدمين. يبقى احنا عملنا 3 في 1، منعنا الريحه الكريهه، لان الناس كتير قوي بتحرق تقلع الحذاء بتاعها على حد، عشان كده احنا منعنا الموضوع ده. عالجنا التنيا القدمين، عالجنا تشقق القدمين. دلوقتي بقى الحلقة المهمة الأساسية اللي احنا جايين بصددها النهارده، علاج مرضى السكر. مرضى السكر طبعا الشعب المصري كله او اغلبيته بيعاني من مرض السكر. هو مش الشعب المصري، هو شعوب، 400 نسبة كبيرة من شعوب العالم، 400 مليون على مستوى العالم بيعاني من السكر بدرجاته. فاحنا عندنا يعني الشعب المصري عنده حالة خوف من السكر، لان دايما هم بيربطوا السكر ان بالسن الكبير، او بيربطوا السكر ان هو ده مرض خطير. بعدين دلوقتي السكر بقى منتشر حتى بين الاطفال الصغيرين والناس الكبيره، بقت كل الفئات العمريه عندها سكر دلوقتي. اولا ده ناتج لحاجتين، ضغوط الحياه، و عايز اقول ايه، الغذاء ما بقاش فيه المواد الفعاله بتاعته، الفايده الغذائيه الصح. الغذاء اللي احنا بناكله كله هرمون وكله كيماويات، فمبقناش ناخد منه الفايده. يعني احنا زمان كانوا يقول لك ايه، فيتامين الف موجود في الخضروات، كل الخضروات يبقى انت عندك. طب ما الخضروات بناكلها ما بقاش ليها لا طعم ولا، عشان الهرمونات دي بقت موجوده. يعني المفروض ان الدوره مثلا بتاعت الخصايه هتقعد في الارض 4 شهور، الفلاح مستعجل الرزق او التجار اللي بيبيعوا مستعجلين الرزق، فبيدوها كيماويات وبتكبر بسرعه عشان تكبر بسرعه. فهي ما خدتش، احنا على فكره المعلومه، دوره حياتها اللي هي تاخد من الارض اللي هي مزروعه فيها، احنا التراب اللي احنا اتولدنا منه، النمو بتاعها الطبيعي، التراب اللي احنا مخلوقين منه هو اللي بيعيشنا. يعني احنا ما نحط النبته في التراب، النبته دي بتاخد كل فوائدها من التراب. طب هي ليها عشان تقعد في التراب وتاخد الفوائد دي كلها دوره مثلا 3 شهور، انا ما اجي اقومها بعد شهر يبقى هي خارجه ناقصه ما فيهاش الغذاء. زمان كان لو حد جارك طبخ معين تشم ريحته من اخر الدنيا، معاكي منجايه تشم ريحتها من اخر الدنيا. دلوقتي الفواكه والخضروات بتبقى في المطبخ مش شمها، يعني ما فيهاش فوائد. انا عملت بقى العلاج ده، اسمه مركب ترياء 102. معانا المنتج، منتج السكر، منتج علاج السكر، عشان ممكن توريه للجمهور الكاميرا كلهم يبقوا شايفينه. ده منتج لعلاج السكر، منتج طبيعي جدا، ومنتج كله عباره عن مكونات طبيعيه. زي ما انتم شايفين كده اعشاب، شكله اعشاب طبيعيه خالص، عباره عن عشب. عشب هنعرف طبعا دلوقتي من الشيخ عصام استعماله ازاي. عشب طبي، يعني اشبه بالحبايه الدواء لكنه عشب طبي. عشب طبي ما فيهوش اي كيماويات نهائي خالص، ولا في اي حتى مواد حافظه. احنا قلنا من شويه، احنا بنتكلم في موضوع الانجاب، ان الخليه ماتت. لا مفيش حاجه اسمها خليه ماتت. لو خليه ماتت، ما هو دلوقتي احنا هنبتدي نعالج السكر. هنعالجه ازاي بقى؟ نعالجه ازاي؟ مريض السكر ده الاول هو بيبقى ايه اللي بيحصل في جسمه وبيؤدي للسكر، علشان نقدر ان احنا نعالج الجزء بتاعه. طيب البنكرياس حضرتك ده عضو في الجهاز الهضمي بتاع الانسان. مجازا بيقول البنكرياس مات او توقف عن العمل. لو مات او توقف عن العمل الجسم هيرفضه فهيطرد بره. زي بتر عضو خلاص ملوش اي لازمه في جسم الانسان. ازاي الجسم ما لفظوش؟ يبقى هو حي، لكن هو توقف بعضه عن العمل، توقف بعض الخلايا منه عن العمل. طيب في بحث اتعمل من حوالي 7 شهور ونشر في مجله مشتر، والمجله دي المانيه مشهوره جدا، هي اللي خاصه بنشر كل الابحاث الطبيه اللي موجوده. وقام عليه بعض العلماء من شركه سويس فارم السويسريه،
وبينفذوا العلاج ده، وهيبقى الفتره اللي جايه متاح صيدليه، ففي في العبوات الصيدلانيه يعني هم بيدرسوا دلوقتي الموضوع ده. انا العلاج ده انا عامله كل 7 سنين، والبحث لسه من 7 شهور يعني، البحث لسه من هم فتره برضو قريبه. هم برضو شغالين عليه من فتره كبيره، بس يعني حضراتكم ممكن تخشوا تسالوا عن بحث السكر في ميتشر، هتلاقي علاج السكر ترياق يعني ده هو نمره واحد في الابحاث اللي خدت توصيه بان هو يبقى عبوات صيدلانيه ويشتغل. طيب بيعمل ايه بقى العلاج ده؟ مفيش حاجه اسمها خليه ماتت، في خليه توقفت عن العمل. توقفت عن العمل، جزء من جسم الانسان في خليه توقفت عن العمل. طيب البنكرياس في اكتر، خصوصا السكر اللي هو من الدرجه الاولى، في اكتر من خليه. العلماء بحثوا عايزين يشوفوا خليه بتدي نفس الانسولين اللي كان بيطلع من الخليه الثانيه. فلقوا خليه اسمها خليه بيتا. خليه بيتا دي هي المسؤوله في مضخه بتضخ بتمتص الانسولين، تدخله البنكرياس ترجع تضخه تاني، توزع تضخه توزعه في انحاء الجسم. الخلايا اللي كانت بتمدها هي توقفت على عمل، الخليه البيتا دي ما توقفش على عمل، لان توقفت على عمل الانسان مات، لان هي دي احنا ليه اما بنحقن انسولين للانسان بيجي الخليه دي والخليه دي بترجع تضخه تاني. اذا الخليه حيه لكن ما بتمتصش الاكسجين، لان الخلايا اللي هي هتدخل لها الانسولين ده مش شغاله، ما دخلتلهاش. طيب الناس اللي هم الباحثين دول بتوع سويس فارم او مجله ميستر الالمانيه دي توصلوا ان الخليه دي في خلايا تانية وهي تقوم بنفسها بالامتصاص عن طريق ان انا اديها جرعات انسولين زياده تنشطها تاخد هي الانسولين ده تخزنه. طيب انا محتاج انسولين بمثلا كميه معينه، الخليه دي هي المسؤوله عن ضبط مستوى السكر في الدم، في الدم كله. فطبعا المنتج بتاعنا ده النهارده ده بيبقى مسؤول ان هو بينشط الخليه اللي بتظبط مستوى السكر في جسم الانسان كله، اللي هي خليه بيتا او بيتا، اللي هي ترومبا. لو حضرتك عندك بنزين في السياره، في ترومبا اللي بتسحب البنزين ده عشان توزعه للسياره كلها. فهي دي الترومبا بتاعت جسم الانسان. وطبعا منتج طبيعي، ما فيهوش منتج طبيعي، ما فيهوش اي مواد كيميائيه. وطبعا برضو اللي هيفصل بيننا وبين المنتج التحليل. حضرتك بتاخد التحليل، وبعدين انا عامل مفاجاه كمان عشان الجمهور يبقى مطمن. سعر المنتج ده 400 جنيه. تدفع 200 وبتعمل تحليل، وبعد 30 يوم حضرتك بتراجعني بتحليلك معاك، سكرك اتظبط 100%. على فكره مش بعالج السكر ده، بيقضي على السكر، بيقضي على السكر تماما. يبقى احنا معانا منتج طبيعي مع الشيخ عصام خبير الاعشاب. المنتج الطبيعي ده اللي بيفصل بيننا وبينه ان هو برده تحليل السكر. المنتج ده برده طبيعي، وعن طريق حضرتك، عن طريق ارقام التليفونات اللي ظهرت معانا على الشاشه. والمنتج ده منتج طبيعي جدا وامن جدا، بيقضي على السكر. واحنا بكده حضرتك قلتي لي انا ما اقدرش اطلع على التلفزيون واذيع المنتج ده، المنتج الا لما طبعا لما نجرب، ان لازم يبقى ضمانه شخصيه. فاحنا عايزين كل اعزائنا المشاهدين يجربوا المنتج مع حضرتك، ويتصلوا برضو بينا ويقولنا رايهم ايه. وفي نهايه الحلقه احنا بنشكر الشيخ عصام طبعا خبير الاعشاب الطبيه على كل المعلومات المفيده اللي قالها لنا النهارده عن عدم الانجاب وعن السكر وعن الشعر وعن كل الحاجات المفيده دي اللي لازم تفيد جسم الانسان. بنشكر حضرتك جدا، وبنتمنى نشوف حضرتك تاني. قبل ما ننهي الحلقه بس وباكد تاني يا فندم، العلاج ده ثمنه 400 جنيه، تدفع النص 200 جنيه، وبعد شهر 30 يوم بتعمل تحليل، اذا ليه سكرك مظبوط 100% ده بيقضي على السكر، مش بيعالج السكر، بيقضي على السكر، لان بيصلح الخليه المسؤوله عن كده. اذا حضرتك السكر بتاعك ما انظبطش 100% تسترجع ال 200 جنيه تاني مع اعتذار رسمي كمان مني. طب ده احنا جاب نتيجه مظبوطه، بتدفع ال 200 جنيه الباقيين، ان احنا حتى الفلوس مش هندفعها كلها الا لما نلاقي او النص التاني، عشان انا عارف منتجي وعارف ضمان، انت هتيجي تشكرني واجيبه لحد. شكرا شيخ عصام، واحنا بنشكرك شكر مقدم طبعا عن اي حاجه وعن كل المعلومات المفيده اللي حضرتك افدتنا بيها النهارده. شكرا اعزائي المشاهدين، ونقابلكم في حلقه ثانيه.